لله على سلامتنا جميعا. غاية السعادة أن نتلقى مشاركات أساتذتنا وباحثينا الأجلاء وإحنائهم لهذا الملتقى بعروضهم ومناقشاتهم وبخبرتهم وبتجربتهم وعلمهم الواسع. كما يبهجنا أن نستمتع بتغريدات مبدعين وشجوهم الماتع الذي لا ريب سيملأ جنبات هذه القاعة، وترسيخا كذلك لثقافة الاعتراف وتعريفا بأعلام الثقافة والفن الذين شكلوا علامات مضيئة في مشهدنا الثقافي. أبت إدارة الملتقى إلا أن تخصص حيزا لأسماء تستحق التكريم والاحتفاء بها، ونستغل هذه المناسبة لإسداء الشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل من ساعدنا ماديا ومعنويا على المضي قدما في إنجاح هذا الملتقى واستوائه على عوده. كما نشكر ضيوفنا الكرام على تلبيتهم الدعوة، لا سيما الذين تجشموا مشقة السفر وشرفونا بحضورهم بيننا. أخذنا الكتب الأمازيغية وهي كتب باللغة العربية ليست الزجل، فهناك كتاب المسرح الأمازيغي لمنشورات أعتقد مسرح ربما بعد 2000 ربما 2015، ولكن هناك كتاب مسرح أمازيغي نشره المكتب الملكي للثقافة الأمازيغية، هذا كتاب مشترك مع فؤاد أزروات وعبد الرزاق العمري وولاد كلهم من مدينة الناظور. هذه كتب نعم. بالنسبة أستاذة الدكتورة إيام الصعبي الزنابي، بالنسبة للمرأة، هل المرأة هنا يعني تذكر كمرأة أم هي رمز؟ أنا لا أعتقد أن الشاعر محمد عمارة يتعامل مع المرأة على أنها أسماء شخص أو كإمرأة، بل تتحول المرأة إلى رموز سيميائية. إذن هل هي رمز؟ هل هي أسماء فقط عادية وحقيقية؟ أشكركم لهذا اللقاء البهيم، وأود في البداية أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد يحيى الكاسمي الذي من خلال محاضرته فإنه يؤرخ للكتاب وللأقلام وللإصدارات التي تصدر في وطننا في جهتنا وفي وطننا، ونحن سعداء بهذا الزخم الكبير لثقافة أستاذنا الفاضل، ونشعر بالسعادة لأننا نكرم من خلاله عندما يذكر أسماءنا، سواء كنا في هذا الوجود أو انتقلنا إلى العالم الآخر، ونتمنى للجميع طول العمر. ولو كتب الله لأستاذي السي محمد بن عمارة رحمه الله، وأنا كنت أحد تلامذته كان يدرسني في مدرسة حرة، لا شهد اسمه في هذه البيبليوغرافيا التي أقامها أستاذنا الدكتور محمد يحيى قاسمي، ولكن التاريخ في الحقيقة والرجال لم يمسكوا هذا الرجل. عندما اشتد به المرض والمعاناة تخلى عنه حتى أقرب أصدقائي، وهذه حقيقة، وكانوا يومها على مناصب أو في مناصب عالية
وعلى درجة من المسؤولية، وقد أصر لي بذلك وهو مريض طريق الفراش رحمه الله أحسن أجوان. من بين أعمال الأستاذ التي ربما لم تذكر، ربما لأنها لم تكن مشهورة أو لم تكن ورقية، وإنما هي مسرحية لمحمد بن عمارة البحر والأرض والمنسى، وكانت قد بدلتها جمعية المسرح البلدي لسنة 1976 إلى جانب مسرحية البحر والرجال للدكتور حسن الأمراني. هذا فقط للإشارة. وفيما يتعلق بأستاذنا سي علي الولي الذي ذكر أستاذ محمد العتروس وتحدث عن قوة النص وقوة الصورة، فأنا أعتقد، والاعتقاد هنا ليس جسما، وإن كنت أرى أنه تأكيدا لي أنا فقط، أن محمد العتروس هو قوي من حيث شخصيته. فهو أولا له ثقافة واسعة وثقافة مزدوجة، أي بين العربية والفرنسية حسب ما أعتقد وأعرف، وأن الرجل درس في فرنسا. ثم قوة، إذا كانت قوة الشخصية تتغى في كتاباته وقوة أخلاقه، فكذلك قوة عمله في الطبيعة أنه يضفي جمالية أكثر من خلال نصوصه. وبارك الله فيكم وأفشكم لله. أي الأم أي الأخرى في الإصدارات بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والجنس الأدبي الشعر، هل يوازي في ذات الوقت استيفاء يعني هذه الإنتاجات شروط الإبداعية المطلوبة؟ هل يوازي في ذات الوقت استيفاء يعني القصة القصيرة والقصة والشعر شروط الإبداعية المطلوبة؟ لأن سؤال الكم غير كافي، يعني سؤال الكم لا بد من سؤال الكيف، يعني كيف تشكلت هذه الإنتاجات التي تدرج فيما يسمى أدبي. لأن الأدب لا بد من أدبيات نص، أدبيات نص هي الجوهر وهي الأصل في كل تقييم عمل الأدبي الأصلي. وشكرا. بالنظور على تنظيمها للملتقى الأول للثراء والأدب والنقد، خاصة انتقائها لشعار الملتقى وهو شعار اقرأ هذا الحاضر الغائب في واقعنا اليومي، مع الأسف الشديد غياب فعل القراءة بصفة عامة. لعل هذه الجلسات أو هذه الندوات تعطي أو تفتح المجال لهذا الفعل لكي يتمحور في حياتنا الثقافية واليومية بصفة عامة. سعدت في هذه الجلسة الصباحية المباركة في التعرف على باحثين متميزين، الدكتور إيهان والأستاذ أحمد أليلو، واستمعت للدكتورة إيهان في بحثها راسين على أحيت هذه المداخلة، مداخلة الدكتورة إيهان، أحيت في نفوسنا ذكرى عزيزة على قلوبنا وخالدة في أذهاننا للدكتور المرحوم محمد عمارة. كذلك سعدت بالتعرف عن قربي للقاص والأديب العتروس التي حقيقة أستمع استمعت باسمه لكني لم أطلع على نصوصه، وقد جاء هذا العرض وافيا وضافيا من الممكن أن يعرفنا إلى هذا القاص المتميز. شكرا لك المترجم السيد أحمد عليم، وشكرا لك صديقي الدكتور جمال الدين الخطيب. موضوع المرأة
يشغلنا هو مطروح بكثرة في الشعر وفي القصة وفي الرواية. وأنا مشرف على رأي الدكتور جميل حمداوي، هل المقصود بالمرأة هنا المفهوم الأنثى أم هو مرادف لمعنى آخر؟ قرأت مجموعة من الرومانات القصصية لأدباء، نتحدث عن منتج المحلي لأدباء من المنطقة، مولاي حسن سيدي علي مثلا، ونجد قيشو، وإحسان الرشيدي. لفت نظري مثلا حضور المرأة يشغل هذا البلد. أحصيت مثلا لولاية حسن بن سيدي علي أكثر من 60 وصفة، وربما عدد القصص الموجودة في الغمومة، رسم بريشة القمر، أحصيت أكثر من 60 وصفة للمرأة، فهي السيدة والوسيطة والعدوة والمنتقمة والروبة. هذا الحضور لما سرق حين كرمنا الأستاذ مولاي حسن، استنتجت بعض الأمور، ولكن أحب له أشرك معي الدكتور الهندي. كيف نفسر هذا الحضور؟ حضور المرأة مثلا مثلا في وشاح القصة، حتى عنوان المجموعة هو من حليم الأنثى. وأنا في حواري معها سألتها لماذا هذا العنوان مستقى من الحليم، حليم الأنثى وليس من الذكور مثلا. بالنسبة للدكتور محمد يحيى قاسمي، فقط ملاحظة، لست أدري ما إذا كنت موصفا أو لا، فاتحة بالخير هي نظرية وليست من وجهة. أما ما يخص رحيل السي أحمد عليلو، أنا قرأت للسي محمد العتروس وقرأت عمله الأخير من منشورات الموكل الأدبي بوجدار، امرأة تقرع الله، وأنا شخصيا أعتبره من الرواد يكتب بألق كبير ويستحق هذه الدراسة التي استمعنا إليها الآن. أستاذة الدكتورة سعاد، كي أراكم صوت نسوي وأنضم إلى صوت أقاربي، وأعتقد أنه يحتاج إلى أن ندعم. وقبل أن أسجل مجموعة من الإشكالات التي لا تدخل ضمن نطاق تدخلها، وأشكر المضمرين والمتدخلين وجمعية الوصول للبحث في الثقافة والفنون، وكذلك مندوبية وزارة الثقافة التي تسعى جاهدة من أجل تنمية ثقافية في هذا الإقليم العزيز على قلوبنا. أولا هنيئا لنا هذا الملتقى الأول، وبوريك وأسع إن شاء الله بملتقيات جادة أخرى، وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم وبجهودكم وفعاليتكم طيبة جدا. تمام بداية الشعار، في الحقيقة هناك كلمة أثارتني، هما كلمة إقراء وكلمة نقد، لأن هذا الشعار شعار إقراء تزامن مع تحت القراءة التي تنظمه ويمكنه الوطن العربي، وفيه اهتمام بهذه اللغة التي أهملت لأسباب كثيرة. أما بالنسبة لنقد سببه يعني صعب وهو أمر ثقيل ويحتاج إلى صبر ورؤية، ويعني ألوه هذا المبادرة الجديدة في الحقيقة أن يقتحم الإقليم ظهور فعالياته بهذا الباب لبنى. بالنسبة للمداخلات، كل معلومات جيدة ألوه بتدخل في الدورة في الدقيق المصطفي للأستاذ محمد القاسمي الذي عرفني بأمور كثيرة، وهي كانت من باب التأليف والوصف، وأنوه بمداخلة الأستاذة الناقدة التي نفخر بانتمائها إلى هذه الجهة، أستاذة إلهام صابر،
مداخلتك كانت دقيقة، يعني أعجبت بها جدا، يعني تليق عن حس نقدي كبير جدا، وكذلك أنوه بالمداخلة الأخيرة، أعتقد بأنها كانت تحت عنوان النصوص التي تقرأها بالتشكيل التي أجدت التصوير، وأما الإشكالات فأختمها بإشكالات. أتعتقدون أن يعني هذا العمل، هذا الفعل الكرامي يمكن أن ندفع إليه عن طريق العمل النقدي؟ هذا الفعل الكرامي الذي هو عملية سهلة المهمة، هل يمكن أن يكون هذا العمل وهذه القراءات والدراسات في الأعمال الإبداعية لمبدعين هذه الجهة؟ يعني مدخلا من أجل تحبيب هذا العمل، عمل صعب من أجل أن يعني يحبب عمل سهل. بالنسبة لسيد الحسن مشروع الكلمة بالنيران في حق المصادر وكذلك المستشعرات استفساء والسؤال حول لماذا يجب بالنسبة لي تحدث عن طبيعة العملية كالنظام قد لا أجيب عن اسمه وإذا ما أبذل واقعا إذن بخلاف مواعظتي على الصعيد الوطني قد ربما شاركنا في دورتين خاصة عن الشعر النسائي في البيضاء وأديت أن هذه الملاحظة أن الشعر النسائي هو قريب جدا على الصعيد الوطني وفي مجال أخرى قد تبع لدي كتابات المرأة في المصح وفي النهج ولكن إذا اجتهدت كما أتفق معك أقول لن تعود الآن من أسباب يخفضون إبداع المرأة من أقول تخلف المرأة عن الدراسة أو عن الجامعة لن يعود هذا الأمر قائما ولكن قد تكون هناك في نظري على الله خمسية خاصة بالمرأة ذاتها التي ربما ما زالت تتصدر في كتابتها وحتى في لوح اسمها أو في لوح عن نحن نلتقي في الحصة المسائية بعد أن تناولنا في الحصة الصباحية جلسة نقدية حول المنتوج الأدبي في المنطقة وفي الجهة الشرقية وذلك بالمشاركة بذلة من الدكاترة والأساتذة يتقدم الأستاذ الدكتور جمال الدين الخضيري الآن سنمر إلى التكريم الروائي أحمد المخروفي ابن منطقة الريف ابن مدينة حسينة الصامدة الأبية والذي ترعى في مدينة رضوان الشمالية الأديب الروائي القاص الأديب أحمد المخروفي وسيشارك في هذه الندوة الدكاترة فريد العرش الدكتور جميل الحمداوي والدكتور محمد الحور وسيكون التنسيق من الأستاذ المختبر الأستاذ ميمون حج إذا سألنا هذا الكفراتي التالي عن سوالي فريد الدكتور فريد العرشو الدكتور فريد العرشو وما ليس من الدخاء الدكتور جميل الحمداوي الدكتور الأستاذ جميل الحمداوي ناقد الأديب وعميد الأديب العربي أحسبه نحن في مدينة المقورة الدكتور محمد أبحور أيضا ربما سيعبر عن الحضور سيلتحق بالقاعة البرتغالية ونجمع على أستاذي وصديقي الحبيب الأستاذ ميمون حج فليتفضل المشروع تحت تصفيقات الجمهور الحضور إذا على أمل أن نلقاكم صباح يوم غد إن شاء الله سبحانه وتعالى إن أطال الله فيه اللقاء والبقاء 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 وإنك أخذنا زلزال هذه الليلة سنتحدث لنا بحول الله عز وجل على أن نلقى لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليصلوا الرحم بإخوانهم في مدينة النور. وبعد الجلسة الصباحية التي شارك فيها الأستاذ المترجم الباحث سيح الدعليل والأستاذ دكتور محمد قاسمي وسير من دكتور جميل عمر جمال الدين الخضيري، وكان من المقرر في هذه الجلسة الصباحية أن يشارك معنا فيها الدكتور عيسى الدولي، وكان مقررا أن يتناول في ورقته عملا من أعمال الروائي المتميز محمد بن باقي، ولكن بظروف عائلية خاصة تعدى عليه الالتحاق بها ونرجو خيرا إن شاء الله. وكان أيضا مقررا أن يحضر معنا الدكتور فريد أمرشو ليتناول معنا ورقة خاصة بضيفنا الغالي السي أحمد المخلوفي، ولكن تعثر عليه الأمر أيضا لمرض طارئ. جلسة اليوم تخص ضيفا عزيزا ومؤثر وكاتب ومبدع مزداد بإقليم الحسيمة، حفظ القرآن الكريم وبعض النجوم، عمل أستاذا للتعليم الثانوي منذ عام 1971، ثم تحول إلى نظار مؤطر ومشرف لأساتذة التعليم الثانوي منذ سنة 88 حتى إحالته على التخرج. جمع الرجل بين تأطير الأساتذة وتكوينهم وبين الإبداع الأدبي. أصدر في البدء مجموعات قصصية منها قبر في طريفة، حلم كاتب، جوابات محتملة، بوابات محتملة، ثم دلائل العجز، ثم الموناليزا. أما الإصدارات الروائية فهي كالتالي: انكسار الريح، مدارات الغربة والكتابة، وجبل العالم، وهو الكتاب الذي سيخصه الدكتوران المتميزان جميل الحمداوي ومحمد المحاور بالدراسة والتحليل هذه الأمسية، وحصلها في هذه الجلسة. ولا يستطيع أحد ولو كان مريحا مستعدا أن يسيره في الكتابة مباشرة. سأعطي الكلمة للدكتور الأستاذ جميل الحداوي، تفضل. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المداخلة هو جبل الإعلام بين التخيل الصوفي والقالب البوليفوني. طبعا سأعتمد على منهجية مركبة سميتها مقاربة سوسيو أسلوبية. هذا العمل هو جزء من كتاب أعده حول المبدع أحمد المخلوفي ويتعدى 100 صفحة. عندما أقول سوسيو أسلوبية هنا سأعتمد من جهة على سوسيولوجية لوسيان غولمان أو ما يسمى بالبنيوية التكوينية. أنني أفتقد إلى تلك المواجيد، وأفتقد أيضا إلى تلك الروحانيات، فلكي نفهم الرواية ينبغي أن نفهم طقوس التصوف وما يستتبعه من إجراءات وأدوات مولاي الحسن سيدي علي حاضر معنا ويعرف جيدا، وربما قد اشتغل في هذا الاتجاه حينما كتب
روايته الجديدة غابة العامرية، وحينما بدأت أقرأها أحسست أنني لا يمكن أن أفهمها إلا برجوعي إلى رواية السيد أحمد بن خلوفي. فجزاك الله عنا وعن الأدب وعن الرواية وإبناء العنصر الروائي خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.